هذا عليه سوقه نفس مثل ما هو، هذا نفسه نفس وضعيته. السوق الشرقي هو ايضا يسموه سوق الصنصرة، ولحد الان يعني ما ترمم، بس يعني المحلات ترممت بشكل فردي يعني. ايوه، اما السوق بشكل عام هو بنفس هي يعني. اعتقد هذا هو هذا السوق اللي محلات القديمه، المحلات القديمه يعني معظم الاشياء اللي تنباع فيه يعني اشياء كذا تقليديه. السلام عليكم. طالع نفس ال ايوه على نفس هيئه يعني نفس وضعه السابق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.